نظمت مديرية التربية الجزائر الوسط فعاليات الأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي والمهني والمنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية بثانوية ابن الهيثم الجزائر. تمت دعوة كل شركائنا على مستوى كل القطاعات من جامعات تكوين مهني مصالح أمن من درك وأمن وطني جمارك وكشافة إسلامية باعتبارها مدرسة إعداد الناشئة وقطاعات أخرى من صحة وكل المدارس تاع التكوين على المستوى الوطني. الهدف من هذه العملية هو لإبراز التخصصات التي يعني يمكن أن تكون محل جاذبية بالنسبة لأبنائنا وبناتنا، فنعطيهم كل التفاصيل من خلال شركائنا حتى يعني نستوضح الصورة والرؤية بشكل جلي وتصبح يعني الاختيارات مبنية على قناعات ومبنية على دراية. مشاركة العديد من الجامعات، المدارس العليا، المعاهد، جامعات التكوين المتواصل، الأبواب المفتوحة لتوجيه التلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي للتعرف على مختلف التكوينات والتخصصات الجامعية. تكمن الأهمية من تنظيم هذه التظاهرة من طرف مديرية التربية للجزائر الوسط للتعريف لكل التلاميذ في الطورين الثانوي والمتوسط على كل التخصصات المفتوحة عبر كل جامعات الوطن وكل المعاهد وكل المدارس العليا وكل مراكز التكوين المهني، وبالتالي سوف يتعرف كل التلاميذ على التخصصات المفتوحة، على فرص العمل في كل تخصص، على التعريف بالتخصصات الموجودة في كل شعب التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني، وكذلك مديرية الأمن، الجمارك، الحماية المدنية، وحتى مشاركة الكشافة الإسلامية. فيما يخص جامعة التكوين المتواصل، نظرا للتخصصات الجديدة ونظرا للرؤية الجديدة لجامعة التكوين المتواصل وهي التكوين في الطورين الليسانس والماستر عن بعد، تمت مشاركة جامعة التكوين المتواصل للتعريف بأهم التخصصات المفتوحة في الليسانس والماستر لكل الطلبة المتحصلين على شهادة بكالوريا، إما شهادة بكالوريا جديدة أو شهادة بكالوريا قديمة، ليسانس جديد أو ليسانس قديم. وبالتالي شاركت جامعة التكوين المتواصل للتعريف بكل التخصصات أو كل الفرص معناتها اللي ممكن للطلبة أنهم يلتحقون بالجامعة للتكوين في الطورين ليسانس وماستر عن بعد. جناح جامعة التكوين المتواصل شهد إقبالا واسعا للتلاميذ بغية اكتساب معلومات أكثر حول التخصصات المتاحة في الجامعة بهدف بناء مشروعهم المستقبلي.